يوسف رؤوف بطرس غالي. حكمت المحكمة غيابية معاقبة المتهم يوسف رؤوف بطرس غالي بالسجن المؤبد عما أسر إليه وبالعزل من وظيفته، وأمرت بنشر المنطوق الحكم في إحدى الجرائد الواسعة الانتشار على نفقته. يوسف رؤوف بطرس غالي. يوسف رؤوف بطرس غالي، ابشروا يا مصريين، خلاص الفارس المنتظر اللي هيحل لنا كل مشاكلنا رجع عشان تعيشوا وتقبوا كده على وش الدنيا. الغالي المنتظر الحقيقه زي ما سمعنا اسمه دلوقتي مش غريب عليكم خالص، كلكم عارفينه، ولسه عمايله مأثره فينا لحد النهارده ولغايه دلوقتي، لانه هو اللي اسس لكل السياسات اللي جت بعد كده، واللي علم كل التلاميذ اللي خلوهم بيطبقوا بالظبط كل الأفكار اللي كان بيفكر بيها، وهي اللي وصلتنا لكده. يوسف رؤوف بطرس غالي أكيد كلنا لسه فاكرينه من أيام فلوس المعاشات اللي نظام مبارك استولى عليها عشان يحل أزمته. يوسف راجع عشان ينصح النظام الحالي يعمل إيه عشان يخرج من الأزمة الاقتصادية اللي مش واضح يعني إن ليها حل قريب خالص. امبارح تحديدا البنك المركزي شال اسم وزير مالية نظام مبارك من قوائم الحظر، وبقى حر يتصرف في فلوسه وأملاكه بعد سنين طويلة جدا من الاتهامات بالفساد. والقرار بيقولوا ان ده تمهيد عشان يرجع يمسك منصب في النظام، ممكن يكون مستشار مثلا. الغالي يوسف بطرس غالي خلاص مش هيتحاسب على حاجة خالص، صفحته بقت بيضة تماما، وده تمهيد لعودته المنتظرة عشان يشتغل مستشار للنظام ومؤسساته. طبعا النظام غرقان اقتصاديا، وبقى متعلق في قشة اسمها وزير مالية مبارك، اللي بالمناسبة نظام مبارك كله ما عملش عشر اللي عمله النظام الحالي في سياساته في حق المصريين، بشكل خلى يوسف بطرس غالي نفسه يتصدم ويطالب النظام بانه يخف ايده شويه على المصريين، قال لهم مش كده، بالراحه شويه، من اول بيع الشركات للاصول، ارفع ضرائب، ارفع جمارك، خفض عمله، خفض عماله، ارفع اسعار كل الخدمات اللي موجوده في مصر. ايه لسه فاضل ما اتعملش من اللي قال عليه الغالي لما كان وزير للماليه؟ مفيش غير ان حاجه واحده بس هي اللي كان بيفكر فيها وما اتطبقتش، وهي فلوس المعاشات، ان يتم الاستيلاء على فلوس المعاشات من تاني عشان تتطبق كل افكار الغالي ابن صندوق النقد البار يوسف بطرس غالي. والحقيقه اللي بيحصل ده متماشي قوي، متماشي جدا مع فكر النظام الحالي، بل على العكس ده هيكون غريب بجد لو قرروا ان هم يستبعدوا حد من اللي سبق واعتقلوهم قبل كده ولسه جوه الحبس، وممكن او اللي سافروا بره البلد من اولاد مصر المخلصين الناهبين، لان الكبر والتجبر بيمنعوا اصحابهم من ان هم يشوفوا الطريق الوحيد الصح للانقاذ. وده نفس المسار اللي سلكه نظام مبارك، اللي فضل متمسك بأفكار وسياسات شخصيات معينة كانت سبب في انهياره، وأولهم وأهمهم يوسف بطرس غالي اللي بيتردد النهاردة إنه راجع عشان يمسك منصب مستشار في الدولة. والحقيقة فعلا تتأكد إن مفيش مقولة بتيجي من فراغ، وعندنا مقولة شهيرة جدا يتقالك إيه؟ التاريخ بيعيد نفسه مرتين، المرة الأولى بتكون مأساة، والمرة الثانية الحقيقة بتكون مهزلة. مستر بطرس غالي انت حرامي وعليك من الانتربول عايزك، عليك ريد وارن فروم ذا انتربول ذات يو نيد تو بي ارستد. اوكي انت حرامي وانت عارف ان انت حرامي، كلم البوليس. انت بلد بالقوانين، عشان كده لازم الناس تعرف واللي حصل لك قبل كده وهربان من مصر وعايش هنا بفلوسنا. انت عليك وارنت من الانتربول ان انت لازم تبقى ارستد. معفن ولا انت اللي سرقت فلوس البلد وقتلت الناس في مصر؟ انا عايش هنا بكرامتي، واخد بالك؟ انت اللي سرقت فلوسنا وجاي هنا.
اجري اجري، انت عمال تجري مني بقالك خمس دقايق يا بابا. اجري، ما انت جبان، ما انت جبان. حبس، كلمهم ورقم عربية ورا، تعالى صورني عشان تاخده. طب بتجري ليه؟ تعالى تعالى عند العربية، كلمهم وارجع. انت عم بقى ايه، انت انت ايديك ملوثة بدم الشعب المصري. مخي سايب، ده انت جبان جدا، انت بتهجم عليا كمان. اشتم اشتم عشان لما نكلم البوليس. يلا برايفت بروبرتي، ارجع ارجع عند العربية. انت بتمثل، انت ما بتكلمش حد اساسا. ارجع